موسيقى والسلام النسخة الثانية. والله لا أرت سنين تكمي وندغ ما ترهينا العباد الكل اكتشفوا المهرجان هذا موسيقى بديلة برشا عباد حبت الكونسيبت. سناء شفما جديد في موسيقى والسلام دو؟ طابت أكثر موسيقى والسلام دو مرة هذه معناتها على الأقل في الأورغانيزاسيون نتاع الفنانين كل شيء أحسن. احنا نحسوا معناتها حتى في البروغراماسيون أنتو كان نحسوا من التعب بالتقطيع معناتها باش نقول اللي نورمالمون معناتها البروغراماسيون بلو فاريي ديجا سورتو اللي نجيبو تيناريوين معناتها وحنا اللي نعرفوا اللي ما عندناش اسم مانيش كارتاج الدورة 56 ولا 58 العام هذا ولا حتى عباد اللي عمرنا 50 سنة باش نجمو نقولوا نجمو دونك سيتي واحد تحدي فهمت فرفعنا التحدي وجلبنا تيناريوين اللي هما لينا احنا من العباد من الورد ميوزك من الموسيقى البديلة بالنسبة لي الناس ترها كانوا الوانين بهات القائد كانوا الوانين بهات القائد دنيا دي شجرت تفالي بك النيت ترها كانوا الوانين بهات القائد جستمون حكيت على البروغراماسيون خليني نحكي أكثر على أصداء الفيسبوك على موسيقى والسلام العباد الكل خليني نقول اللي فما اون ماجوريتي كوميم اللي تتسائل على مشروع ليلى وعرفنا اللي مشروع ليلى ماهيش موجوده في البروغراماسيون دونك خنعطيو لمحه للناس على البروغراماسيون شورا برا برا شورا برا برا باش نبداو من الاول مكادي نحاس وحس دونك الحس اللي هي مجموعه لبنان نعمان ومهدي شقرون بيعها كيما العام اللي فات دونك عندنا مجموعه تونسيه ومجموعه دوليه الاختيار معناتها ماهوش راهو باش نركز على حكايه مش ثماش بروميير بارتي ودوزيام بارتي زوز حفلات نفس التوقيت ونفس الكونديسيون تكنيك معناتها ما ثماش معاملات باش تكون اصغر وني عندنا عباد بنفس المستوى وتقالينا احنا حتى كان عبيد يكون يظهر لهم ليه ولا ما احنا نفس المستوى اخترنا كل يوم وكل يوم ثم تام دونك باش نبداو مع مكادي نحاس من الاردن اللي هي مغنيه اللي انا قديمه جدا ما تبقاش عندك لحمك وتبكيك من العباد اللي ثماش برشا كيفك الاحاسيس مثل الجياشه ولبنى نعمان زاده اللي هي في كاتيجوري صوت ملائكي جميل جدا النهار الثاني عندنا جاسر حاج يوسف وفرقه الالف زاده ثم معناتها ولو انه هو ثم مثلا ثم غناء في فرقه الالف لكن الاكسون محطوط على العزف لهنا على يعني على المهارات الفرديه نتاع كل عازف وعلى التوزيع وعلى التوزيع الحديث وعلى العباد اللي قاعدين يعيشوا في عصرهم من غير عقد او من غير ما نعمل روك ولا واحد نعمل في موسيقى عربيه حديثه ومعاصره وذا اللي انا معناتها بالرسمي جاسر حاج يوسف كود كور كبير عندي انا صديق عظيم ويظهر لي ملحن عظيم ويظهر لي باش يمشي ياسر بعيد دونك هذه السهره الثانيه وراه مش معناتها كيما الاولى ولا الثانيه راه مش معناتها باش نقعد هي باش نقعدوا قاعدين باش نسمعوا موسيقى لكن راهو ثم باتري وثم ايقاعات وثم جو مع جاسر حاج يوسف ثم توارق زاد جو ثم معناتها جو خدمه على اسطنبيل وعلى حاجات من معناتها تاريخ تونس النهار الثالث يا سيدك يا بن سيدك نهار الهيجة والدبر دونك نهارات عندنا قلت راه ساوند سيستم وهوبا هوبا سبير اجي واجي 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 وتشوف هنايا العالم اللي بنيناه لوناتا نهار السبت يا سواغي غاب إلكترو على خاطر دوب من الكب معناتها يسون بلوز موان كلاسابل يديروا لي أنا في الجروبات في تونس خاطر ليهم دوب إلكترو لهم يعملوا ريجي فريمون معناتها ليهم دوب سامحني أكوستيك يعملوا ريجي وليهم رياض جاي رضوان جاي من الراب ورضوان سامحني رضوان جاي من الراب ورياض يعمل برشا إلكترو دونك الجروب هذا أنا نحبه ياسر ثم مستر كاز خالد بحريزي دونك اللي هو يعمل راب وثم الراس دونك قلت لك ثم هذه
الشوا نتاع الالكترونيك وثم على نرجع انكور باش نفسر كل يوم على شنو التيم اللي هو على الكلام اللي قررنا اللي السهريه راب ما كانش الاختيار ماهوش ستريت راب قررنا اللي باش يكون اكثر محطوط ما وين ثم الكلام القدام ولقينا اللي عنا تروا شوا معناتها كان باش نختاروا في اسلام واحد منهم مش كل اسامي معناتها ثلاثه اربعه سامحني واحد منهم ماهوش في تونس كريمون سيغونسيني واحد والاثنين الاخرين يعملوا شويه كلي تفادليك وضحكوا فولي باس اون فولي كمان ثم ان دراماتورجي دونك دو لو شوا نتاع كاس بور اكومباني راس اون ساشون لي راس سي ان بويت معناتها شعر نثر القاء اسلام ثم حاجه عظيمه ونهار الاحد الاخير الاختتام باش يكون اوالي لي دونك افرو جاز افرو بيت اثيوبيك زيد انفلونس دو لافريك دو نور اي تيناريوان اللي هو معناتها جروب من المالي وهوني باش نلقاو اكثر لا توش فريمون افريكان اللي هي معناتها شو نقولوا سوب ساهاريان خاطر حتى الجروب حتى اوالي هو الجروب انا نلعب فيه انا شوي شانتوز فيه او الجروب فيه كوبا من انجلترا من فرنسا ومن من سلوفينيا ومن تونس و لي انفلونس فريمون جايين من ورا الصحراء سواء من ورا الصحراء ومشاو الكوبا رجعوا والا من ورا الصحراء تو سامبلمون المشروع الاولاني الحاجه جديده في السنين في سيسيون تاع السنين بتترينا باش نحكي في الكوتي تكنيك عندنا تاع الفستيفال باش يكون عندنا صون لوميير خير برشا من عامنا والخاطر عامنا وما كانش عندنا لي مويان باش ناخذ صون لوميير بعيد والحاجه الثانيه في انت قلت العباد تطلب في مشروع ليله وزاده في مشكله طلب لباس وكل شيء احنا عندنا لوكازيون تو pour l'instant مره في العام باش نعملوا بروغراماسيون نجيبوا فيها 10 جروبات ولا اكثر شويه ولا اقل شويه دونك ما نجموش نجيبوا نعاودوا نجيبوا الجروبات كل عام فرد جروب ولا زوز جروبات مالغري لي مشروع ليلى مخرجين البوم جديد وكل شيء اما نخيروا انه نعرفوا ب دي جروب اخرين معناتها بتيتر عام جاي باش يقولوا لنا اش بكم ما جبتوش تيناري وين ولا اش بكم ما جبتوش فهمت دونك ميسالش حاجه كنسمعوا حاجه جديده خير من حاجه سمعناها قبل لي بتيتر لي جروب هذوما اللي جاوا عملناه ولا يجيو شي من العام جاي كسوا بالكوليكتيف موسيقى وسلام ولا نجم يجيو فيها احتفالات اخرى لكن هو مهرجان ما نجمش تجيب كل عام ما نجمش تعوضها مش نعطيكم مود لافان ليكم الزوز كلمه للجمهور مهرجان موسيقى وسلام نبدا موسيقى وسلام بالرسمي قررنا معناتها قاعدين نحاربوا بالرسمي للموسيقى والسلام اللي تقعد بالرسمي الموسيقى والسلام اكثر حاجه نجم نقولها اللي احنا ما عملناش تنازلات ما نحبكمش انتم زاد تعملوا تنازلات انا كلمه الختام نتاعي باش تكون معناتها موسيقى وسلام باش يتعمل على عام واثنين ومن بعد يقف ما احنا سنوز انتيريس با معناتها ماذا بينا فيستيفال يقعد 50 سنه ويشوفوا ولادنا ولاد ولادنا وكل شيء وهذه حاجه جد مربوطه معناتها بالسوتيان تاع الببليك تاع موسيقى وسلام والله لا ارت سنين متكمي واندغ ما ترهينا